هذا اقتراح برغبة، أشوف أنه أرى أنه اقتراح مستحق ويجب أنه يبدأ فيه حتى لو لم يصوت عليه في مجلس الأمة. وأنا أهيب بالأخوة في ديوان الخدمة ومجلس الخدمة المدنية الأخ الوزير براك الشيطان أنه ينتبه لهذا الموضوع المهم اللي يعمل فيه منذ سنوات وهو غير دستوري، وهو الجمع بين الوظيفة والدراسة للموظفين خاصة منهم في داخل الكويت. فهذا يجب ألا يطلب منهم التفرغ الدراسي. هذا المقترح يسمح بالجمع بين الوظيفة والدراسة داخل الكويت، لأن لا معنى لموضوع التفرغ الدراسي، خاصة أن الدراسة تكون بعد الوظيفة. فالجامعات يدرسون فيها العصر وظائف الصبح، وممكن أن يوفق بين عمله بين الوظيفة وبين الدراسة، فلا معنى لطلب التفرغ. بل للأسف أن هناك من لا يسمح له والآخر يسمح له عن طريق الاستثناءات من بعض الوزارات وبعض الوزراء. فالعدالة والمساواة أن تكون تشمل جميع المواطنين بأنه يسمح لهم، بالعكس مما يفيد البلاد، أنك تجعل هناك حرص وتشجيع على التعليم وإكمال الدراسة، لا التضييق.